اهلا بيك. واول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنشكر اداره نادي الترجي التونسي، جمهور ولاعبين واداره وعلى راسهم رئيس النادي على استقبالهم الرائع، واحنا يعني فرحين جدا بهذه المقابله الوديه، وان شاء الله انها تكون مباراه احتفاليه تليق باسم الترجي التونسي. طبعا شيء اكيد راح حتكون تاريخيه لترجي وادي النيس، يعني خاصه لانه بيلعب امام الشقيق والتوأم الترجي التونسي، واحنا نكون كل الاحترام لفريق الترجي التونسي، وان شاء الله ان نكون عند حسن ظن الجميع. توفيق علي حارس منتخب فلسطين ومدرب مدربي في المنتخب الفلسطيني مكرم دبدوب، هو تونسي ولعب في الترجي الرياضي كمان. الله يخليك وشكرا لك، ونحن سعداء جدا ان نزلنا على ارض تونس الخضراء بلدنا الثاني، وبنشكرهم على الاستضافه الجميله والمبادره الطيبه من نادي الترجي التونسي ومن الشعب التونسي ككل، انهم استضافونا على ارض تونس لعمل مباراه نصره للمسجد الاقصى ودعم للقضيه الفلسطينيه، وان شاء الله تكون مباراه جميله وتليق بهذا اليوم والعرس الكروي الجميل ان شاء الله. صحيح مقابله تاريخيه لانه بتمثل القدس، القدس هي عاصمه فلسطين، ولكل الشعب التونسي بيتمنى انه يزور فلسطين، وان شاء الله نلتقي قريبا جميعا كعرب في ارض فلسطين. ميت مرحبا بك وباهل تونس والترجي التونسي، وان شاء الله ان احنا جينا عندكم ضيوف وفي بلدنا الثاني عند النادي الترجي التونسي، وان شاء الله تطلع مباراه حلوه وجميله للجميع. نعم احنا هذه المباراه دعم للقضيه الفلسطينيه وللقدس الشريف، وان شاء الله احنا ونادي الترجي التونسي نكبر اخوان ونعمل التوأمه، نجدد التوأمه مع الترجي التونسي، وبنشكر كل الاعضاء ونشكر رئيس النادي المدب، حياكم الله واهلا وسهلا فيكم. احنا يعني بنستنظر بيوم السبت يعني الاستنظار بين الجماهير، ونكون مبسوطين في ملعب رادس الجميل الأنبي، وان شاء الله تطلع مباراه جميله بين الترجي التونسي وترجي فلسطين. اول شيء الله يسعدك، واكيد احنا بنعتز وبنفتخر بهاي الزياره لبلدنا الثاني تونس، اكيد احنا سعداء بهاي المبادره اللي صراحه يعني مش غريبه على الشعب التونسي، على الجماهير التونسيه، على حب تونس لقضيتنا الفلسطينيه. ان شاء الله انها تكون يعني مباراه سلام، مباراه اخوه، مباراه يعني تعطي كلمه وتعطي دافع للعالم العربي والعالم بشكل عام انه فلسطين موجوده بقلب كل عربي، موجوده خصوصا بتونس الحبيبه. اكيد هاي مقابله وديه، ولكن على الصعيد المحلي والدولي هاي بتمعني لنا اشياء كثيره، يعني خصوصا انه الشعب التونسي الشعب الجبار اللي دائما مساند لقضيتنا الفلسطينيه، اكيد راح يكون يعني في لها طبع خاص سواء هون بتونس او حتى يعني بالشارع الرياضي او السياسي بفلسطين. احنا اكيد متابعين جمهور الترجي، متابعين الدوري التونسي هون، واكيد احنا بالنسبه لنا كوادي النيس احنا بنشجع من حتى من الصغر، يعني انه بنشجع نادي الابل التوأمه اللي صارت يعني من سنوات ماضيه، بنشجع نادي الترجي، وان شاء الله انه بكره بعد بكره بيوم السبت ان شاء الله انه نشوف الجمهور يملا استاد، وان شاء الله انها تكون يعني احتفال لقضيتنا الفلسطينيه، احتفال للشعب التونسي لنادي الترجي، وان شاء الله انه هذا النادي يعني يضل مستمر بالنجاح وبالعطاء، واحنا نتمنى له التوفيق والنجاح بكل مسيرته الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه والى اخره.